50 كانت اخر مره عملته شيء لاول مره. انا شانتال وقررت احسن هيدي السنه. اذا عبالكم انضموا لالي تنحسن السنه. طبعا نحن عاده نعمل امور اللي كنا على طول عم نعملها لانه بنعرف شو النتيجه. اذا النتيجه كانت ايجابيه بنضلنا نعملها. نحن ايام عليها اذا خفنا من الفشل. فشل منه اخرة الدنيا، بس اذا ما جربنا وفشلنا ما حنعرف شو النتيجه، واذا جربنا ممكن ما نفشل على طول. فلهيدا الاسبوع من شانتال 2020 ويكلي تشالنج رح نعمل شيء ما كنا عاملينه قبل. ليه رح نعمله؟ انه اول ستيب رح نفكر بشو في امور عبالنا نعملها ما عاملينها من قبل. تاني شيء رح ننقي وحده من هول الافكار، ورح نحط شو هي الخطوات اللي نحن نقدر نعملها. رح اعطيكم اكزامبل على شو انا قررت اعمل. انا عاده بطلع فيديوز، وهيني عم طلع على فيديو، بس ولا مره طلعت ستوري از فيديو. موضوع بلاقيه غريب، ما فيني اعمل اديتنج، ما بقدر طلع التليفون احكي مع حالي. فلهيدا الاسبوع رح اجرب اعمل هيدا الشيء، ممكن يزبط ممكن ما يزبط. انضموا لالي على انستغرام لتشوفوا شو حاعمل. اذا فشلت ام نجحت معي تكونوا انتم معي موجودين. ترجع على فكرتي، رح تلاقوا شيء معين عبالكم تعملوه ما كنتوا عاملينه قبل، ورح تعملوه هذا الاسبوع. يمكن تلاقوا هذا الشيء بدكم تعملوه مره واحده، يمكن يكون شيء بدكم تعملوه لكل الاسبوع، انتم بتقرروا. بس اهم شيء تقدروا تاكدوا انه عم تعملوا هيدا الشيء، عملوا شير لهيدي الصوره على السوشيال ميديا تبعكم لتخبروا كل العالم حولكم انه انتم عم تعملوا شيء جديد هذا الاسبوع. كمان اكتبوا شو هو الشيء اللي عم تعملوه. هيك اذا قررتوا تغيروا رايكم اخر دقيقه ما بقى عندكم خيار، رح تعملوا. ما تنسوا تعملوا لي تاج ترجع اعملكم ريشه تصير في اشخاص اكثر عارفين شو اللي عم تعملوا. وما تنسوا انه اذا ما جربنا ما رح نقدر نعرف شو النتيجه. مستعدين لهيدا الاسبوع تجربوا شيء ما جربتوه قبل مره؟ انضموا لي نهار الاثنين بجراب يور مورنينج كوفي وذ شانتال تنشرب قهوه مع بعض ونبلش اسبوعنا بطريقه حلوه بطريقه رائعه. اذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا له لايك وسبسكرايب. خلينا نضل نتواصل مع بعضنا البعض على الفيسبوك جروب تسوا انا وياكم فينا نحسن السنه تبعنا. جاهزين؟ انا جاهزه. Sure.